قبل أن نبدأ قلنا بالدراسة نسأل عن أسئلة خمسة. نعم بدرنام أريم كذل مومباي. أنت جودينغل نام جودينغ. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ ونام تجوديم يندينا نام متوحيد بديك لذا. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ نام تجوديم. يندو وند أصول الثلاثة يندا إيه متن ذنن نام ترنيل كندو بديك هاي. لأننا الطلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. കാരണം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വരച്ചു കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ്. السؤال الثالث ما هي الاصول الثلاثه باختصار. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാമോ എന്നാണ്. هي الاسئله التي تسال عنها في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاه والسلام. قبرിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്. നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ്, നിന്റെ നബി ആരാണ്, നിന്റെ ദീൻ ഏതാണ് എന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ. നഅ السؤال الرابع ما الفائدة ما الثمرة من هذه الدراسة؟ نعلمت توديم إذا بديتشال كتنا نهتم من ده. نقول الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. إيه مود كارينغل أديستانينغل بحدي كيوم أبغى أران دينه أران نبيه أران ده كتير ماي منسرا كيم جيدال أدو برنامج عمل شيء كيم جيدال دنيا بيل أدو برنامج جيبي تشال قبل إن شاء الله أشوف ده غلط مرورة برجعنا ممكن صادقه. نعم السؤال الخامس والأخير على ماذا يحتوي هذا المتن أو إذا أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. أنجام التجوديم إيه أصول ثلاثة أيضا غندم هذه يندل لا ما نقول كلنا تشوفي كي بيركي أنا جيل അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് പ്രധാനമായും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. نعم القسم الاول المسائل الاربع المسائل الاربع هي علم وعمل ودعوه وصبر سوره العصر. ഒന്നാമത്തെ അതിലുള്ളത് നാല് മസ്റകളാണ് അഥവാ ഇൽമ് അമൽ സബർ ദഅവത്ത്. نعم الدليل عليها سوره العصر هذا القسم الاول. അതിനുള്ള തെളിവായി പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ അസ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ. نعم القسم الثاني المسائل الثلاثه يعني انواع التوحيد الثلاثه. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഉള്ളത് أنواع التوحيد، توحيدنده إنينغ، أقسام ولا مون إنينغ. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ ونما تفاجأ ما ذلولا ذي يندنا عن أمر التوحيد بديك نذي. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. نعلم تفاجأ ما ذلولا ذي قبر لا تودي ما يا إيه مون أديستان تطلع كل بيا كيان ما. القسم الخامس الخاتمة والله أعلم. أنجام ذي إذا الخاتمة يعني وسماه بنا ما ذلولا ذي.